هلا والله يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. طبعا رجعنا لكم فيديو جديد. قبل لا نبلش بالفيديو خلينا نصلي على الحبيب محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. اذكروا الله يا جماعة الخير، لا إله إلا الله. طبعا اليوم بدنا نسوي طبخة جديدة بمطبخنا الجديد. بدنا نسوي لكم مطبق باذنجان مع بطاطا، نحن نسميها مطبق. هاي أجلة سورية، بس باقي البلدان السورية ما نعرف شو يقولوا لها، نحن نقول لها مطبق عنا. أنت شو تقولوا لها؟ تبون إياها بالكومنتات. تبون إياها. أنت جابك لعندي أنت وياه. جابكم لعندي. مطبق بنصور معاك. تحبوني؟ إيه. لا ولا. أهلوك. أهلوك. أهلوك أهلوك. تضرب أبوك؟ طبعا يا جماعة خليكم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة، لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. ونحن هذا الفيديو عشان اللي ما يعرف المطبق السوري يتعلم ويجربها، لأنها كثير طيبة هاي الطبخة. خليكم مع الفيديو، يلا نبلش. أول شغلة بدنا نسويها، بدنا نشغل على الزيت، بدنا نقشر الباذنجان. بعد ما فرضناه يا جماعة بهذا الشكل بدنا ايش؟ نملحهن. وراح خلينا نديرهن على الزيت. والهاز بدنا نجيب، يا علم ما تحط عليها بطاطا، نحن بدنا نحط، نجيب بطاطين ثلاثة نقشرهن يا جماعة. والهاز بعد ما فردنا البطاطا يا جماعة نغسلها. ونملحها. تعلميني؟ تعلميني معبود؟ والله كف عليك. والحزن طلع الباذنجانات لأنها استوت. نعلمكم الطبخات السورية يا أخي، طبق من هين من هين. بس أنتوا كمان شبتكم طبخات، شبتكم هاي، اكتبوا لي بالكومنتات نسوي لكم إياها أي طبخة. نحن شغلنا تجارب تجارب، فهمتوا علي شلون؟ يعني الطبخة اللي بدكم إياها نجربها، اكتبوا لي يا أبو عبود جرب هاي الطبخة وراح نجربها إن شاء الله، كانت طبخة سورية ولا كانت أي طبخة كانت. فالآن بيعنا هنا بصلي، ايوه هون بصلي عنا. بصلة نحن نقولها بصلة، انتوا شو تقولوا لها؟ بصلي، في عنا هون بصلي، بدنا نقطعها هيك، شوفوا هيك، نحطها وين؟ الخلاط. في عنا هون فليفلي. أول شيء نقطعها، بتطلع البزرات منها. في عنا هون نص قرن فليفلي، نغسلهم ونقطعهم هيك. اليوم ما راح تشوف لها جديد، خلاص تغير شوي. هلا بنخلطهم،
دفرمان دفرم هيك 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 تضل دفرم لحتى يصير ناعم. وهلق يا جماعة بنكتن وين بالطنجرة بنغسلها بنجيب هالبندورايت يا جماعة بنغسلهم تمام بنكب العقب معقول هالبلع بتحكي مثلي ما هو؟ طبعا نحس بعد ما حطينا البصلي والفليفلي حطينا شوية زيت فوقها هون هلا بنحطهم على الطنجرة على النار على الطنجرة وبنهدي الغاز عليهم وهلا بدنا نفرم البندورة يا جماعة بسم الله كافي وهلا بنكتن هون يا جماعة بنرجع بنحط بندورة حلو كلامي حلو حكيته حكياتي حلوات؟ لا حلوات ليش؟ ليش؟ ألحظ بعد ما فرمنا يا جماعة بندورة ناعم ألحظ بدنا نجي ما تشوفون هي حطينا البصلات والفليفلة ألحظ نحط البندورة فوقها ونحرك بعد ما حركناهن مع بعض راح نضبط الطنجرة نتركهن لحتى ينحمسن شوي فراح تبيعني هين البطاطا نزلنا قسم من البطاطا من الباذنجان ضل جلبة هاي العبودة مالتي لأن ما يحبون المطبق زيادة فهمتوا علي؟ راح يا جماعة بدنا نبلح بسم الله نحطوا فلفل أسود نحركها لسه ما استوت باقي لها شوي بس تستوي نرد لها بطاطا والباذنجان والان يا جماعة ايش بدنا نساوي؟ بدنا نفتحها هل استوى وبدنا نكت البطاطا والباذنجان عليه بسم الله بدنا نجي هيك ونحركهم مع بعض يا سلام بالإضافة إلى سنين توم قطعناها ناعم وكتها فوقها وألحظ حاجتها نطفي عليها وننزلها يا جماعة وبهذا الصحن كونه بيه زيت عشان تحس طعمة المطبق شيل هيج ونكت بسم الله ما شاء الله والحظ المطبق صار جاهز بس شو بدنا نسوي هيك رشة بقدونس من فوق يا جماعة والحظ نحط من هذا تمام حكم هيك جيب الخبز بندوق بسم الله هاي بابا هاي بابا لا تاكل كل الاكل كثير بابا
مع بصل مع حمور مع مربى مخلى. اوه بدنا نذوق عبودو مهي. عبودو مهي ذوق واعطيني رايك. اول شيء انت حازم عبود نذوقها. يلا واحد اثنين. هاي المعبود والله العظيم هذا هنا هذا كمان طيبه. انا احب معبود ثاني. تحبه معبود؟ ايه يعني ما احبها. وانا احبك كمان. احبك كمان والله. وانا احبك ذوق معبود. ذوقت معبود. يلا يلا يا حالم اعطيني رايك. طيبه شي على العالم. شو معبود معبوده؟ يخلق الله يخلقوك بابا. حطوا مني هذا بابوك لسه لوك لقمة تانية. شوفوا يا جماعة رشة بقدونسيج. بابا حطوا لنا من هذا. بابا حطوا لنا من هذا. هذا ما ينحط عليه. ها حطوا لنا من هذا هنا. يا يومي 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 والله طيبات يا جماعة. معلم لا تنسون تجربونها مطبق سوري، ولا تنسون تكتبون بالكومنتات بالمحافظة الباقية شو تسمون هذا عندكم. نحن نسميه مطبق. خلي معبود تاكل حرام. طبعا يا جماعة عشان معبود تجي تاكل بسم الله تاكل. لما سويتها انت مو طيب؟ لا بحرب طيبة. لما سويتها انا يعني انا اشتغلت بايدي. تعي ذوقي طبعا يا جماعه لا تنسون تجربونها. ولين وصلنا نهايه الفيديو اتمنى يكون نال اعجابكم. لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. سهله ما بدها اي شيء. هذا طيب حطه من هذا. هذا طيب.